لا والله من بعدك، لا والله تفضل. على اي طابق سيدي؟ الخامس ولا يهمك. عندك انا تفضل. يلا شباب تفضل. لا والله لا والله من بعدك، لا والله يا شباب لا والله تفضل. يعني والله حلو يكون معك مرافقين والناس تحترمك زي هيك، حلو الواحد يكون مسؤول. يعني وين المشكلة لو واحد استلم السلطة بس مرة واحدة؟ ايه ابو الرائد شو اخبارك؟ زمان عنك. هلا نجاتي، شو بتعمل هنا يا معلم؟ طبعا على خطيبي زي ما انت عارف. طب ما شفتك لما طلعت. طلعت على الدرج. شو معلم زمان ما جيت حلقة، شكلك متعرف على حلاق غيري. طب وين نازلك على الارض هسه؟ على الارض. وين شو انا حلاق غيرك؟ ليش روح؟ يعني انا ناقصني اتعرف على حلاقين جداد، يعني الناس اللي بتيجي عندي قرفانه، شو رايك اروح اتعرف على حلاقين؟ بس مش فاضح لك والله يا نجاتي. عسى شغلك مقطع بعض، نفسي افهم شو بصير لك لو تترك الاسانسير. يا عمي اذا بترك الاسانسير بتصير كارثه، بتصير الحرب العالميه الثالثه اذا بترك الاسانسير، ما بصير شيء، بس انا بقعد هون بشغلي وبحبش احلق عندك غير بالعيد. فعلا انتم الزباين ما بتحترموا الحلاق غير بالعيد. فعلا على اساس اني بحترمك يعني. طز شلاق يا وين طلبك مدام؟ اساسي لي تاكسي. خالص لو سمحت على الخامس. ليش طلع زي هيك؟ لا بس الدكتور العيون قال لي لازم تريح عيونك. وانا انا بحكي لك ليش؟ لانه انتم ما بتحترموا المرأة الا اذا كانت مدام. بس انا والله يا ابو رائد بحترم المرأة بكل اشكالها. كل اشكالها. واضح الاحترام، هذيك ما احترام حضرتك. حسن يا عمي والله برايد بحترم المرأة بكل اشكالها، والله لو كانت مبرومة ولا كانت قطايف ولا بحترمها. على اي طابق سيدي؟ على ارضي. على راسي. شو سيدي وين المرافقين اللي معك؟ اي مرافقين؟ اللي بمسح ويلي بشيل ويلي المرافقين. لا موظف وكمان سكرتير. يعني انت مدير الشركة؟ لا يا زلمة انا المحاسب. معناته ابوك صاحب الشركة. لا يا عمي انا المحاسب. بس عندنا ما بيحترم المحاسب الا اخر الشهر. انت محاسب؟ انا محاسب. انت كلك شفتك محاسب؟ انا قاعد بشد على حالي على اساس اني يعني اعمل له قيمة وترى محاسب. بس والله يا عمي مال المحاسب، ادفع مصاري، فعلا الناس مصالح.